بوتين يدعو لوقف التصعيد وزيلينسكي يتهم روسيا بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبل بقصف محطة زابورجيا للطاقة النووية. اجتماع مرتقب لوزراء الاتحاد الأوروبي والناتو، وبوريل يقول إن كل الوسائل مطروحة للضغط على روسيا. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في 27 و28 من مارس الجاري، 3 مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. لليوم 9 على التوالي تتواصل العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية. المواجهة بين روسيا والغرب دخلت اليوم مرحلة حرجة بالإعلان عن تعرض إحدى المحطات النووية الكبرى في أوكرانيا للقصف، مما جعل العالم يحبس أنفاسه خوفا ورعبا. في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية من أجل رعاية المواطنين بالخارج، خاصة في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا، فقد نجحت السفارة المصرية في المجر في ترتيب عودة 30 مواطنا مصريا، معظمهم من الطلبة إلى القاهرة اليوم. تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية في بودابست تتواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية. كما تقوم السفارة بالعمل على توفير أماكن الإقامة المؤقتة للمواطنين المصريين القادمين إلى المجر من أوكرانيا على أثر الأحداث الجارية، فضلا عن تقديم كل سبل الرعاية. توفير الأجواء للأغراض الإنسانية. الشعب الأوكراني يعاني، هل يمكن إعادة النظر بهذا الموقف، وهل يمكن أن يعمل بوتين على تدمير كل أوكرانيا؟ إنما يحدث في أوكرانيا الآن مرعب وبشع ومؤلم، ونرى معاناة إنسانية ودمار بحجم لم نشهده في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. أود أن أشيد بشجاعة الشعب الأوكراني الذي يقف في وجه الغزو الروسي وقوات بوتين، ولهذا السبب نحن نقوم بزيادة دعمنا، ولهذا فإن حلفاء الناتو نفذوا أقوى العقوبات غير مسبوقة، وندعو روسيا والرئيس بوتين لأن ينهوا هذه الحرب. في الوقت ذاته لدينا مسؤولية كحلفاء في الناتو أن نحول دون اندلاع هذه الحرب إلى خارج حدود أوكرانيا، لأنها ستصبح أكثر دماراً وأكثر خطراً وتؤدي إلى مزيد من المعاناة البشرية. لن ندخل أوكرانيا جواً ولا براً.
أما السبيل الوحيد لتوفير مثل هذه هذه المسألة هي بإدخال الطيران، لكننا لن نفعل، ولكن إن قمنا بذلك سننتهي إلى ما يشبه حرب شاملة في أوروبا تتدخل فيها المزيد من الدول ويؤدي إلى مزيد من المعاناة. لذلك اتخاذ مثل هذه القرارات المؤلمة بفرض عقوبات قوية وشديدة ودعم وزيادة الدعم، وفي الوقت ذاته عدم توريط قوة الناتو في الحرب في أوكرانيا سواء أرضا ولا جوا. Markus Becker with Der Spiegel. Mr. Secretary General, سيد الأمين العام، قلت أن الهدف هو جعل بوتين يسحب قواته دون شروط. ماذا إن لم يفعل؟ هل لديكم مجال للمفاوضات؟ وإن لم يكن للعقوبات أثر أيضا، هل هناك خطة ثانية أو ثالثة؟ تابعنا جزءا من مؤتمر صحفي لأمين عام حلف الناتو ينس ستولبرغ، حيث دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول المجاورة لعدم تصعيد العلاقات أو إساءتها مع روسيا، وأشار إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها. كما أكد الرئيس الروسي خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في مراسم رفع العلم الروسي على العبارة المارشال روكو سوفسكي أنه لا توجد نية لروسيا للإضرار بعلاقاتها مع جيرانها، ولا توجد نية تصعيد المواقف والمساهمة في تدهور الأوضاع، موضحا أن بلاده ستفي بجميع التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها. وقال الرئيس الروسي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وذلك بحسب بيان للكريملين، قال إن العملية العسكرية في أوكرانيا يجرى تنفيذها وفقا للخطة وستستمر حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها. وذكر الكرملين في بيانه أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا أيضا بعض القضايا المتعلقة بالجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا التي جرت أمس في بيلاروسيا، حيث جرى الاتفاق على إجراء مزيد من الاتصالات، مشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسي أكد دعمه لبوتين بشأن الإجراءات والعملية العسكرية في أوكرانيا. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابورجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والتي تعد الأكبر في أوروبا. وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو إن بلاده تمتلك 15 مفاعلا نوويا، مشيرا إلى أنه إذا حدث انفجار فستكون نهاية كل شيء. وأشدد الرئيس الأوكراني على أنه فقط التحرك الأوروبي الفوري هو ما يمكنه أن يوقف القوات الروسية. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إنه لم يلحق ضرر بالمفاعلات في محطة زابورجيا النووية. وخلال مؤتمر صحفي أشار جروسي إلى أن طاقم العمل الأوكراني لا يزال يدير المنشآت النووية في حين تسيطر القوات الروسية على المنطقة. تم تعرض إحدى المحطات للخطر. طبعا نحن محظوظون أنه لم يكن هناك أي صدور أو إشعاعات، وطبعا إن سلامة المفاعلات طبعا بنفسها لم تتأذى، ولكن نحن نتوافق جميعا على هذه المبادئ، وطبعا الكلمات يجب أن يكون لها معنى ويجب أن نعمل بهذا الإطار. وبالنسبة لنا الآن حان وقت التصرف، يجب أن نقوم بشيء إزاء ذلك. وأنا طبعا تكلمت معكم بشأن أن أوكرانيا
طلبت أو تقدمت بطلب للمساعدة العاجلة لنا أو تقدمت لنا بهذا الطلب. إذن ما يحدث أمر بغاية الأهمية، والمخاطر التي قد نواجهها جميعا إذا ما استمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه من دون أي تعزيز ومن دون أي إعادة تجديد للالتزام بهذه المبادئ. حبس العالم أنفاسه مع وصول العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى إحدى محطات إنتاج الطاقة النووية، وهي محطة زابوريجيا. موقف أصاب العالم بالقلق ومخاوف سيطرت على الجميع خشية حدوث ما لا يحمد عقباه. السلطات الأوكرانية أعلنت صباح اليوم أن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب شرقي البلاد، فيما لم يرصد أي تسرب إشعاعي بعد إخماد الحريق. وأوضحت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية أن القوات الروسية تسيطر على أراضي المنشأة النووية التي تعرضت لضربات روسية، كما أعلنت الوكالة أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي. وكانت أوكرانيا أعلنت أن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة. وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك، وأنه لم يحدث تغير في مستويات الإشعاع. هذا ويوجد في أوكرانيا 15 مفاعلا نوويا، وفي حال تعرض أي من المنشآت النووية لأي استهداف فسوف تتحول مناطق شاسعة في أوروبا وروسيا إلى مناطق غير صالحة للسكن لعقود قادمة. وفي أسوأ السيناريوهات قد تدمر الانفجارات أنظمة احتواء المفاعل والتبريد، مما يؤدي إلى إطلاق نشاط إشعاعي من قلب المفاعل، بما يفضي إلى كارثة أسوأ بكثير من كارثة فوكوشيما عام 2011. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتعين على القوات الروسية أن توقف هجومها على المحطة الأوكرانية للطاقة النووية فورا. وتحدث جونسون مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق البلاد. ونقل داونينج ستريت عن جونسون قوله إن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهورة يمكنها أن تهدد سلامة أوروبا كلها بشكل مباشر، موضحا أن المملكة المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تدهور الوضع أكثر من ذلك. هذا وتولت ردود الأفعال العالمية على الهجوم الذي تعرضت له محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. تعد المحطة هي الأكبر في أوروبا من حيث السعة الإنتاجية. We'll be right back.
يعقد اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي الناتو اجتماعين منفصلين ببروكسل، ذلك لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية. ومن المقرر أن ينضم إلى المحادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي. واستبق أنتوني بلينكين الاجتماع الوزاري بالقول إن حلف الناتو سيدافع عن كل حلفائه وأراضيه في وجه أي هجوم روسي. وأشار بلينكين إلى أن الناتو تحالف دفاعي وأن دول الغرب لا تسعى للصراعات، موضحا أنه إذا جاء الصراع إلى أراضي الحلف فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو. ومن جهته قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن كل الاحتمالات واردة بشأن التعامل مع روسيا. أشار بوريل في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على اعتماد آلية جديدة لتوجيه رسالة لموسكو. عدد كبير من الضحايا المدنيين قد وقع، وهذه لحظات يجب علينا أن نقف معا، وهنا تبرز أهمية الحلف عبر الأطلسي. نحن في الاتحاد الأوروبي قررنا فرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي سوف تؤذي الاقتصاد الروسي إلى حد بعيد، ونحن ندعم حق الشعب الأوكراني بالدفاع عن نفسه، ونحن طبعا مندهشون لسبالة الشعب الأوكراني وشجاعته. من المهم أن نطلق أو نرسل رسالة إلى الآلية في موسكو ونقول أننا نعتبر هذا أو ما يقترفه النظام جرائم حرب، وهذه لحظات حيث يجب أن نكون فيها متحدين، لأننا لا يمكننا أن طبعا أن نسمح بتفوق هذه الحرب. أنا أتوقع من الناتو المزيد من الوحدة وجاهزية للتصرف. قال المستشار الألماني أولف شولتس إن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي كان خطوة صحيحة، وأكد أن هذه المسألة لم تكن وليست مطروحة على جدول الأعمال. وأضاف المستشار الألماني في تصريح صحفي أن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، وذلك قبل تهدئة الوضع في أوكرانيا. اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بالتقاعس في التعامل مع الأزمة الأوكرانية ومحاولة التهرب من مسؤوليتها في هذه الأزمة. جاء ذلك في بيان للخارجية الصينية ردا على الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية. قالت الحكومة اليابانية إن زعماء مجموعة الكواد الدولية المتمثلة في اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند قد استنكروا أي استخدام أحادي الجانب يتم بالقوة لتغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وخلال اجتماع افتراضي ذكر بيان مشترك لقادة الرباعية الدولية أن الديمقراطيات الأربع الرئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادي اتفقت على إطلاق آلية جديدة للمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث التي ستوفر قناة للتواصل تستجيب من خلالها كل دولة لتداعيات الأزمة في أوكرانيا. ذكرت السلطات المحلية في مدينة ميكولايف الأوكرانية أن قوات الروسية دخلت المدينة المطلة على البحر الأسود لأول مرة. وقال الحاكم الإقليمي فيتالي كيم في تسجيل مصور على الإنترنت إن القتال يدور في أجزاء من المدينة.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه بحسب آخر معلومات استخباراتية بشأن الحرب في أوكرانيا، فإن مدينة ماريوبول ما زالت تخضع لسيطرة أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، ولكن من المحتمل أنه تم تطويقها من قبل القوات الروسية، مشيرة إلى أن البنية التحتية للمدينة تعرضت لضربات روسية مكثفة. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كواناشيكنوكوف تدمير 1812 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال عملياتهم العسكرية. وأوضح كواناشيكنوكوف أنه تم تدمير 65 مركزا للقيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 56 نظاما صاروخيا مضاد للطائرات من طراز S-300. وافق مجلس النواب الروسي الدوما على إجراء تعديل بتجديد عقوبة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي. ويتضمن التعديل الجديد تجديد عقوبة نشر معلومات كاذبة عن الجيش إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدت المعلومات الكاذبة إلى عواقب خطيرة على القوات المسلحة. كما ينص التعديل أيضا على معاقبة من يثبت قيامه بإطلاق دعوات لفرض عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. Die Ukraine zu verlassen. To offer the continued support of the UK. قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا إن ملايين الأشخاص بأوكرانيا بحاجة وبشكل عاجل إلى ممر آمن والمساعدة الإنسانية والحماية المنقذة للحياة. وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم إلى أن السكان مرعوبون من أعمال العنف التي تدور حولهم في جميع أنحاء البلاد، وأوضح أن الأمم المتحدة تتطلع إلى كلا الجانبين الأطراف في النزاع لضمان تنظيم الممر بطريقة تسمح بسلامة وكرامة بكرامة وحماية المدنيين، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية على استعداد للعمل مع الأطراف لحماية ورعاية المدنيين سواء اختاروا البقاء أو مغادرة المناطق المعنية. وشدد على أهمية أن تتمتع المنظمات الإنسانية بوصول آمن ودون عوائق إلى هذه المناطق. كما أوضح أن الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والأدوية ومستلزمات النظافة الأساسية نادرة بشكل متزايد في المناطق الأكثر تضررا، ومضيفا بأن تضاؤل الاحتياطيات النقدية وأجهزة الصراف الآلي الفارغة وخدمات تحويل الأموال المعلقة أدى إلى الحد بشكل كبير من قدرة الأشخاص على شراء السلع الأساسية. أعلنت الشرطة السلوفاكية تسجيل عبور 90,329 شخصا لحدودها قادمين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وذكرت الشرطة أنه تم تسجيل 11,279 حالة عبور خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أرقام مشابهة على مدار الأيام الماضية. ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستمنح مؤقتا إعفاء من الترحيل وتراخيص عمل 10,000 من الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة وغير القادرين على العودة إلى بلادهم بسبب الصراع الدائر مع روسيا. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستتيح للأوكرانيين في الولايات المتحدة البقاء والعمل على نحو قانوني لمدة 18 شهرا. وقالت الوزارة أن هذا البرنامج سيسري على قرابة 75,000 أوكراني.
أعلنت الوزيرة المسؤولة عن توزيع اللقاحات في اليابان نوريكو هوريتيشي أن بلادها تمكنت من تحقيق هدفها المتمثل في إعطاء 1,000,000 جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يوميا منذ منتصف فبراير الماضي. في مؤتمر صحفي قالت هوريتشي إن عدد الجرعات اليومية تجاوز 1,000,000 جرعة، ونظرا لأن الحكومة المركزية تجمع بيانات التطعيم من الحكومات المحلية فكان هناك تأخيرات في إنهاء التعداد اليومية.現場で接種を進めていただいている全国の自治体の皆様方、そして医療関係者の皆様方、そしてまた接種してくださった国民の皆様方、皆様方に改めてお礼申し上げます。そしてまた一日も早く希望される方が。 من جديد مرحبا بكم. طلبت أجهزة الطوارئ الأسترالية من 200,000 شخص إخلاء منازلهم الواقعة في مسار عاصفة عنيفة أودت بحياة 13 شخصا خلال أسبوع، ذلك جراء تسببها في موجة فيضانات غير مسبوقة ضربت الساحل الشرقي للبلاد ونجت مدينة سيدني من أضرارها. كما وجهت السلطات الأسترالية إنذارا مناخيا بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي ضربت مساحة 400 كيلو متر مربع على طول الساحل الشرقي لأستراليا بما في ذلك ضواحي سيدني. شدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره تعاونا مبنيا على التضامن الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الشيوخ خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي. وخلال كلمته أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى نجاح التعاون بين بلدان الجنوب في تقليل الاعتماد على برامج مساعدات للبلدان المتقدمة وإحداث تحول في ميزان القوى الدولية، مشيرا إلى أن مصر لم تدخر جهدا في توطيد أواصر التعاون في المجالات كافة. استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزير المالية الدكتور محمد معيد ذلك بمقر التنسيقية بجاردن سيتي. وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي، ذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. أوضح معيد خطة الوزارة للتحول الرقمي وكيفية مواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا ذلك بعد الأزمة الأوكرانية. هي تجربة مميزة، ويعني اعتقادي ان التجربة في حد ذاتها كويسة جدا جدا. الغالبية في التنسيقية شباب، كفاءات قادرة ان هي مع الوقت القضايا بتاعت الوطن وفي كل مجالات اقتصادية وسياسية هتساعد في وجود اجيال نقدر نعتمد عليها وتقدر تعتمد عليها مصر في خلال المرحلة القادمة. انا استفدت جدا، والتنسيقية يعني حريصة على التكامل بين كل الأطراف، وإحنا بنستفيد وأعضاء التنسيقية بتستفيد إنها تبقى شايفة الدولة المصرية شغالة إزاي وإيه التحديات اللي بتواجهها وإزاي نطرح حلول من خلال نوابنا وزمايلنا الأعضاء في التنسيقية. تم النهاردة حوار منفتح للغاية ما بين الوزير وما بيننا كأعضاء للتنسيقية. تم عرض الوزير لرؤية الوزارة الخطة المالية اللي ماشية بيها مصر الفترة اللي فاتت والمتوقع تنتهجها الوزارة الفترة الجاية. اللقاء مع الدكتور معيد وزير المالية كان
يعني ده إضافة لسلسلة اللقاءات اللي بتعملها التنسيقية مع المسؤولين في الدولة سواء وزراء أو رؤساء هيئات. أهم اللي اتكلمنا عليه أهم مشاكل اللي بتواجه الموازنة بعد تعافي الدولة من كورونا اللي احنا لسه بعض أثارها. اتكلمنا في أزمة روسيا وأوكرانيا والدولة والحكومة بدأت تجهز ازاي، لأن طبعا في أثار هتزيد عالميا يعني زي أثار البترول وأسعار القمح. طرقنا لعدد كبير جدا من الموضوعات، يمكن كان أهمها الإطلاق بالنسبة لي كان دور التحول الرقمي في الوزارة وكيفية انعكاسه أو تأثيره على زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة تحليل المشروعات بشكل عام في مصر وأهميتها وأولوياتها وكيفية تمويلها. إزاي الوزارة عاملة إدارة للأزمات؟ إزاي هنقدر نجابه مثلا الزيادات في أسعار القمح أو البترول خلال الفترة الجاية؟ إيه السيناريوهات اللي الوزارة حطها استعدادا لهذه الزيادات بدون ما يبقى في تأثير على المواطن البسيط؟ تطرقنا كمان للشراكة مع القطاع الخاص، ازاي يتم استثمار وضخ استثمار مع القطاع الخاص. أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج انطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع يومي 27 و 28 من مارس الجاري، وذلك تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة وتتضمن استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. يعني دكتور علي مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. يعني إن شاء الله إحنا في انتظار مصر تستطيع ولكن خاص بالصناعة في الشهر الجاري. حيناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة واستعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية أيضا دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر. يعني بتقدير حضرتك وبرأي حضرتك ما هي آليات دعم وتطوير المجتمعات الصناعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا في ظل التحديات اللي بيشهدها العالم كله أصبح أمر توطين الصناعة والعمل على زيادة حجم الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي اللي هي متمثلة في الصناعة والزراعة أصبح أمر غاية في الأهمية، وإزاي أن الدول كلها من ضمنها مصر تسعى لتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، ومن هنا إزاي أن يبقى في استراتيجية واضحة اتجاه الصناعة، ازاي ان احنا نقدر نروج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، العمل على استغلال الموارد المتاحة والخبرات المتوفرة، وكمان ازاي ان المؤتمر يقدر ان هو ينقل لنا خبرات المصريين المتميزين في هذا القطاع في الخارج، وبالتالي ده امر مهم جدا علشان نقدر ان احنا ناخد خطوات جادة وخطوات مهمة اتجاه توطين الصناعة والعمل على الوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، العمل على زيادة حجم الصادرات الصناعية، ومن هنا ده اللي بيجي دور مهم جدا لهذا المؤتمر بحيث إن يكون في لغة حوار حقيقية وجادة ما بين الحكومة والمسؤولين من جانب وبين القطاع الخاص من جانب آخر. وعرض لي كافة الفرص والتحديات في هذا الأمر. طب بتقدير حضرتك بما أن حضرتك أستاذ اقتصاد، يعني كيف نجد أدوات تحفيز الاستثمار أيضا والصناعة وربطها بسوق المال على أرض الواقع؟ الفكرة كلها أن احنا بدأنا خلال السنوات الماضية في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر والعمل على تسهيل العقبات. كان في تنسيق واضح ما بين كافة المؤسسات لي زيادة حجم الحوافز والفرص للاستثمار بشكل عام وبالأخص في قطاع الصناعة. الدولة بدأت بمجمعات صناعية، بدأت بتعديل في القوانين والتشريعات المنظمة للصناعة ومن ضمنها طبعا قانون التراخيص الصناعية. ابتدينا ان احنا نتحرك بخطوات كبيرة جدا سواء على مستوى الصناعات الكبرى محفزات يعني يا دكتور محفزات او حتى على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دي كلها كانت ادوات وجهود مهمه جدا. ميزه المؤتمرات والمحافل ان هي تبتدي تروج للجهود اللي تم بذلها، وفي نفس الوقت يبقى هناك فرص لتقديم المزيد للمصنعين ورجال الاعمال، في ظل كمان ان قطاع الصناعه عالميا بيشهد كثير من التحديات، يعني ارتفاع تكاليف الطاقه وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج، دي كلها تحديات. ازاي ان الحكومه تقدر ان هي تساند قطاع الصناعه والمصنعين في الوقت الراهن، لان ده كمان اللي هيقدر يشجع دخول مصنعين جدد في الاقتصاد. برايك دكتور علي، ايه اهم البنود اللي من المفترض انها تكون موجوده على طاوله المناقشه في المؤتمر؟ اعتقد ان يمكن احنا شفنا ان في جزء مهم جدا هيتم تناوله، واعتقد ده في محله، هو الجزء الخاص بالمشروعات الخضراء انجاز التعبير، عمليه التحول للاقتصاد الاخضر. ده جزء دلوقتي بقت بتهتم بيه الدوله بشكل كبير والعالم كله في ظل قضايا تغير المناخ. اعتقد ان احنا كمان الفتره اللي فاتت عملنا كتير من المشروعات اللي ليها علاقه بالطاقه الجديده والمتجدده والطاقه النظيفه، فكره ان احنا نستكمل هذه الخطوات وان يبقى في مشاركه حقيقيه من جانب القطاع الخاص، ده امر غايه في الاهميه، لان لن تستطيع الدوله وحدها فعل كل شيء. مشاركه القطاع الخاص هي مشاركه مهمه، وسياده الرئيس والحكومه بياكدوا عليها بشكل مستمر، وبالتالي توجيه القطاع الخاص للعمل في مثل هذه المشروعات اكيد بيعود بالنفع على القطاع الخاص وعلى الدوله. نعم. وعلى المواطن بعد كده. نعم دكتور علي الادريسي، شكرا جزيلا لك. بمشاركة أكثر من 53 عارضا من جميع أنحاء الجمهورية، تتواصل فعاليات معرض يرنا للحرف اليدوية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من هناك سالي سالم، مراسلة التلفزيون المصري. أهلا بك سالي. سالي معنا؟ اتمنى منك تطلعينا على الاهم. مشاهدينا الكرام من مركز كايرو فيس. نعم زينة. نعم تحياتي لك دينا ولمشاهدينا الكرام من مركز كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة. نتابع استمرار فعاليات معرض الحرف اليدوية والتراثية السنوي الأكبر لأصحاب الحرف اليدوية، وهو معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته 72 تحت شعار مصر بتتكلم حرفي. هذا المعرض الذي يطفي ويحظى بإقبال كبير من العارضين لأهميته الكبرى. لو تحدثنا ببعض التفاصيل عن هذا المعرض، فيقام على مساحة 3500 متر مربع بمشاركة 350 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية. أيضا يحظى بمشاركة ودعم هذا المعرض لذوي الهمم وعرض لمنتجاتهم بأجنحة مختلفة، حيث يشارك 40 عارض وعارضة من ذوي الهمم بهذه النسخة. أيضا لدينا مشاركات للمرة الثانية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ب30 لاجئة من جنسيات مختلفة من دول السودان وإريتريا وسوريا. لو تحدثنا عن أهمية هذا المعرض والذي ينتظره أصحاب الحرف اليدوية والتراثية لما يحدثه من حالة من الرواج الاقتصادي والنشاط وزيادة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية من خلال عرض المنتجات الخاصة بهم التي تتنوع ما بين الخزف والخيامية، المنتجات الجلدية والخشبية، النحاس والفخار، كل ما هو مصري أصيل. أيضا النوبة ضيف شرف هذه النسخة بالمنتجات النوبية والأسوانية الأصيلة التي هي من أرض الذهب والخير. لو تحدثنا عن إقبال الجمهور، وكما سنستعرض بعد قليل بالكاميرا، هناك إقبال كبير من الجمهور اليوم الجمعة باعتباره يوم عطلة رسمية، إقبال من مختلف فئات الجمهور. وما هو لفت للنظر أيضا هو إقبال جنسيات غير مصرية، أجانب والعرب، إشادة من قبل الجمهور بالمنتجات المصرية الأصيلة التي تحظى بتصميم مصري أصيل ويعبر عن التراث المصري. ولو تحدثنا بالأرقام، وفقا لما أعلنه البيان
البيان الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي الأخير الصادر يوم الأربعاء الماضي، فقد تجاوزت الإيرادات الخاصة بهذا المعرض لمدة أسبوع تجاوزت 3.5 مليون جنيه مصري، وهو ما يؤكد على نجاح هذه النسخة ونجاح المعارض التي تقام وتحرص الدولة على إقامتها. يعني تباعا من المقرر أن يقام خلال هذا العام 20 معرضا متتابعين على مدار العام، مقارنة ب 12 معرضا أقيم العام الماضي، وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة بأصحاب الحرف اليدوية، طبعا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات المختلفة. المعرض يفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 10 مساء يوميا حتى 7 مارس الجاري. الكلمة تعود إليك دينا مرة أخرى في الأستوديو. بشكرك جدا، شرح وافي فعلا يا سالي من داخل معرض ديارنا، وطبعا ده تشجيع لكل المصريين للذهاب إليه. بشكرك شكرا جزيلا، مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم، شكرا لك. افتتحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع يرافقها منال عوض محافظ دمياط معرض صنع في دمياط، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع محافظة دمياط، ذلك بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر. المزيد في سياق هذا التقرير. بمشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، انطلقت فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك لعرض منتجاتهم ذات الجودة العالية أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة. بدعو كل اللي شفنا أنه هو يجي هنا في مقر الجهاز في أرض المعارض، بحيث أنه هو فعلا هيجدوا نماذج مميزة من الأساس. في أكتر من عرض لفرش شقة بالكامل، في برضو نماذج لشقق اقتصادية، يعني احنا تطلعنا كده فرش بالكامل لا يتجاوز سعره 30,000 جنيه، عبارة عن أوضتين نوم ومطبخ وسفرة وكمان حجرة معيشة. بصراحة كلها منتجات متميزة. المعرض دي أول مرحلة، في تاني مرحلة تانية في شهر 6، وفي مرحلتين في نهاية العام. احنا عندنا عارضين كتير جدا من مدينة دمياط للأساس، وطبعا هي بنشجع المعروض تسويق المعروضات ديت، لأن دي استراتيجية الدولة ان احنا يعني نسوق للمنتجات المحلية. المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذي السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري. المعرض معروف أنه هو بيبقى بالتعاون بين السيدة الوزيرة وزيرة التجارة ومعالي محافظ دمياط، وبتكون فرصة لتسويق المنتجات والعرض المنتج بتاعنا. احنا الحمد لله عندنا كل العروض اللي موجودة، يعني أول حاجة وكل الموديلات وكل الأذواق. عندنا الحاجات المودرن والحاجات اللي هي الكلاسيك، والخامات أنظف وأجود الخامات ومستويات عالية جدا وأسعار ممتازة. المعرض بدلنا رواج للمنتج بتاعنا إن احنا نتنفس في السوق، يعني الحمد لله. يأتي تنظيم معرض صنع في دمياط للأثاث في إطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة دمياط لتشجيع الصناعة الوطنية وللنهوض بقطاع الأثاث الذي تشتهر به المحافظة باعتباره تكتلا إنتاجيا يضم الآلاف من الأيدي الماهرة ذات الخبرة، وبما ينعكس على إنتاجية مشروعات الأثاث ويخلق بها المزيد من فرص العمل ويفتح لها نوافذ وأفاق تسويقية وتصديرية محليا وخارجيا. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار قرار رسمي بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأوضح المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعلنة مسبقا.
أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 442 ألف رسالة، منها 83 ألف شكوى تم حل نحو 96.8% منها، بينما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على الفيسبوك أكثر من 70.8 ألف متابع. هذا واستعرض التقرير جهود المبادرة خلال شهر فبراير 2022، حيث تلقت المبادرة حوالي 11.4 ألف رسالة، منها 1907 من الشكاوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، حيث نجحت المبادرة في حل 1525 شكوى منها. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن حشد المجتمعات للعمل يمكن أن يصبح فعالا من خلال ارتكاز سياسة واستراتيجية للوزارة، وذلك على المواطنين والعمل على تشجيع المشاركة المجتمعية بما في ذلك السيدات والشباب والسكان المحليين في عملية التخطيط. وخلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة افتراضية عبر خاصية الفيديو كونفرنس تحت عنوان حان وقت العمل جهود متكاملة من أجل كوكب وشعب صحي، شددت وزيرة البيئة على أهمية العمل على تحسين مستوى فهم المجتمعات لقيمة الطبيعة ومساهمتها في أهداف التنمية المستدامة. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع وفد من شركة إين الإيطالية استعدادات الشركة لضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، ذلك وفقا لاتفاق الالتزام الموقع في شهر ديسمبر الماضي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله. بحث الجانبان خطط تنمية عدد من الحقول والبرامج الزمنية لوضعها على خريطة الإنتاج، كذلك موقف مناطق الامتياز الجديدة التي فازت بها إيني في المزايدة العالمية الرقمية الأولى والتي تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، فضلا عن تطورات أسعار البترول العالمية وتأثيرها على فرص زيادة ضخ الاستثمارات. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن القطاع الخاص والمجتمع المدني شريكان رئيسيان في تحقيق التنمية المستدامة، والحكومة تحرص على إشراكهما بفعالية في الشراكات الدولية. وخلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالأقصر وذلك بحضور عدد من الوزراء، أكدت رانيا المشاط أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يسرد قصص التنمية الناجحة والجهود التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير 2022، حيث أشارت إلى ارتفاع المؤشر ليسجل 48.1 نقطة مقارنة بنحو 47.9 من النقاط في يناير الماضي. وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص. يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي معارض أهلا رمضان اهتماما خاصا، حيث وجه بالتوسع في نشر تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى يستطيع المواطن الحصول على سلعة بتخفيضات كبيرة. هذا ومن المقرر أن تبدأ معارض أهلا رمضان في الفترة من 24 من مارس الجاري إلى الأول من إبريل، على أن يكون المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. ومن المقرر أن تتراوح التخفيضات ما بين 20% إلى 25%، ويصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع. سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا كبيرا في فبراير الماضي بلغ 5.8% على أساس سنوي، ذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وأيضا استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
رقم قياسي جديد سجله التضخم في منطقة اليورو في فبراير الماضي مع بلوغه 5.8% على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، رقم يأتي وسط مخاوف من أن تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. وفي يناير بلغ التضخم نسبة 5.1% وهو الأعلى الذي يسجله مكتب الإحصاء الأوروبي يوروسات منذ بدء مراقبة هذا المؤشر في يناير من عام 1997 للدول 19 التي تعتمد العملة الموحدة. هذا التسارع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية يؤثر أيضا على القطاعات الأخرى، فقد ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 3% خلال عام واحد في فبراير مقابل 2.1% في يناير، بينما أسعار الخدمات ظلت أكثر اعتدالا بزيادة 2.5% في فبراير مقابل 2.3% في يناير، ويتجاوز التضخم الحالي بفارق كبير الهدف المحدد بنسبة 2% من جانب البنك المركزي الأوروبي الذي يراقب استقرار الأسعار. وهذه الزيادة العامة تشكل نبأ غير صار للأسر الأوروبية التي ستواجه الكثير ومنها صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتها. أعلن وزير الصناعة الياباني أن بلاده ستفرج عن 7.5 ملايين برميل من احتياطياتها النفطية كجزء من جهود تحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. كما أوضح أن قرار طوكيو يأتي ضمن إجمالي 60 مليون برميل سيتم الإفراج عنها بشكل مشترك من قبل 31 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية، حيث تحتل اليابان المرتبة الثانية من حيث الحصة بعد الولايات المتحدة التي ستطلق 30 مليون برميل. في خطوة للتغلب على الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان وأهله، أقدمت سيدة لبنانية على قيادة سيارة أجرة من أجل الحصول على أجر ليكفي متطلبات حياتها اليومية. أمل دعبول امرأة لبنانية في منتصف العقد الرابع من عمرها، اتخذت من قيادة سيارة الأجرة عملا لها لتكسب قوتها وللتغلب على الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان. قصة أمل مع هذه الوظيفة بدأت قبل نحو 7 سنوات، وهو عمل رأت فيه مرونة كبيرة لأنه يسمح لها بالعودة إلى المنزل لابنتيها في الوقت الذي تختاره، كما أنه يوفر تكلفة التنقل لهم. وتحظى أمل بدعم وإشادة واسعة من زبائنها السيدات، والتي رأينا فيها نموذجاً هاماً وناجحاً لإثبات الوجود ولتحقيق الأهداف رغم صعوبة المشوار. في حدا هيك واحدة مرة كتير كانت مهضومة قالت لي برافو عليك، نحن لازم نثبت وجودنا بكل المجالات، عرفت علي كيف؟ فأنا ضحكت، يعني حسستني كأني أنا صرت بالوزارة وأنا يعني بالنهاية شوفيرة. يوم أمل يبدأ عادة في ساعة مبكرة من الصباح قبل أن تعود لمنزلها للطهي وتناول الطعام والراحة في ساعة منتصف النهار، وبعد فترة الراحة تعود مرة أخرى لمقعد القيادة لمواصلة العمل. عندما بدأت أمل العمل قبل سنوات كان الأمر مفاجئاً للعديد من الزبائن الذين تعاملت معهم، ولكن بمرور الوقت اعتاد الناس على رؤية امرأة تعمل في القيادة. هلا أول ما بلشت أنا كان كتير تفاجئوا الناس صراحة، يعني هلا لا، يمكن أنا تأقلمت أكتر، يمكن الناس تعودت تشوف ست عم بتسوق. بعد في ناس قليل يعني بتضايق، يعني بس وقف لحدا بقولي نعم نعم، فكرني يمكن حيلا حدا وقف يسأل على شي شارع أو عنوان أو أي سؤال، بيكون هو ما انتبه أنه أنا هاي سيارتي سيارة تاكسي، فبتطلع فيك أنا بقول لا ولا شي سلامتك. بتضايق يعني عشان بيقولي نعم أموري وأنا عم بوقف له أنه بركي بده يروح ياخذ تاكسي أو بده يروح لشي مطرح. عمل شاق ومرهق تقوم به أمل في ظل سعيها لتوفير حياة لائقة لها ولابنتيها وللتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم. انتهت الثالثة ولا يتبقى سوى التذكرة. بوتين يدعو لوقف التصعيد، وزيلينسكي يتهم روسيا بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبل بقصف محطة زابورجيا للطاقة النووية. اجتماع مرتقب لوزراء الاتحاد الأوروبي والناتو، وبوريل يقول إن كل الوسائل مطروحة للضغط على روسيا. تحت رعاية الرئيس السيسي انطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في 27 و28 من مارس الجاري.
ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. في أمان الله.